بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. معكم عبد الرحمن طلبه استاذ التاريخ والجغرافيا حبايبي الصف الاول الاعدادي. رجعنا من جديد باذن الله تعالى. النهارده هناخد بقى الدرس الثالث في الوحده الاولى اللي هو باسم نهر النيل والحضارات القديمه في قاره افريقيا. يلا بينا. درس النهارده بقى يا شباب هو درس دسم. خلي بالك هنقسم الدرس بتاعنا الى اربع اقسام. اول قسم عندك هاخد منابع نهر النيل، لان طبعا زي ما انتم عارفين ان اي نهر له منبع وله مصب، يعني له بدايه وله نهايه. تاني حاجه ناخدها الاتفاقيات الدوليه والاتفاقيات الاقليميه للدول اللي على نهر النيل. خلي بالك فكره الاتفاقيات، لان طبعا نهر النيل هو نهر دولي، لان احنا عندنا نوعين من الانهار، نهر محلي ونهر دولي. ونهر النيل نهر دولي، يعني بيعدى على اكثر من دوله، يعني لازم الدول ديت يعملوا ما بينهم وبين بعض اتفاقيات علشان نشوف كل واحد ليه ايه وعليه ايه. ثالث بقى جزء عندك دور مصر ان هي تحافظ على نهر النيل ويتحقق حاجه اسمها التنميه المستدامه، وانا عرفتك يعني ايه التنميه المستدامه في الفيديو السابق. معنى التنميه المستدامه ان انا اوفر احتياجات الجيل الحاضر وما اضرش الاجيال القادمة، يعني أنا وأنت نستفاد دلوقتي وأولادنا وأحفادنا بعد كده يستفادوا. آخر بقى جزء عندي الحضارات القديمة اللي قامت في قارة إفريقيا، هم عندي أربع حضارات. في البداية باخد نهر النيل وباخد الوصف بالنسبة لنهر النيل. قال لك نهر النيل هو أطول أنهار العالم، يعني بمقارنة بالأنهار الأخرى زي نهر مثلا المسيسيبي، نهر الكونغو، نهر الأمازون، أي نهر موجود في العالم هو أطول واحد فيهم، بس خلي بالك هو الأطول وليس الأوسع. قال لك بيشكل أهمية بالنسبة لمصر أو بالنسبة لقارة إفريقيا، بس خلي بالك يمثل أهمية خاصة بالنسبة لمصر. نهر النيل بقى البداية بتاعته أو المنبع قال لك من الشرق بالنسبة لقارة إفريقيا أو بالنسبة للوسط. من الشرق اللي هو هضبة الحبشة أو الهضبة الأثيوبية، أما بقى بالنسبة للوسط هو هضبة البحيرات الاستوائية. خلي بالك طبعا نهر النيل البدايه بتاعته من الجنوب، المصب بتاعه من ناحيه الشمال، يعني بيبدا من البحيرات الاستوائيه وهضبه الحبشه ويصب نحو البحر المتوسط. وبمناسبه بقى ان نهر النيل البدايه بتاعته من هضبه البحيرات الاستوائيه وهضبه الحبشه، فهو بيعدي على اكثر من دوله غير مصر، ومعنى ان هو عدى على اكثر من دوله اذا هو نهر دولي. فالنهر الدولي تعريفه هو النهر الذي يمتد مجراه وروافده في اكثر من دوله. طب النهر بقى يا سيدي اللي ما بيعديش على اكثر من دوله بنسميه نهر محلي، يعني البدايه والنهايه داخل الدوله. طب اديني كده امثله يا مصر للانهار المحليه، عشان مثلا لو حد سالني في الشارع وقال لي اديني اسم نهر محلي. عندك مثلا من الانهار المحليه اللي موجوده في العالم نهر اسمه المسيسيبي، ده موجود فين؟ ده موجود في قاره امريكا الشماليه في الولايات المتحده الامريكيه. حلو حلو. نهر مثلا تاني يا مستر، والله مثلا اسمه نهر اليانجيتسي، الناس بتوع تالتة اعدادي عارفين هو النهر ده. ده نهر برضه نهر محلي، ده موجود فين؟ ده موجود في الصين او شرق الصين. فاذا انا عندي الانهار المحليه والانهار الدوليه. نهر النيل بتاعنا بقى هو نهر دولي. قال لك بقى يا سيدي النهر بيمشي في مجرى، المجرى ده احنا بنسميه حوض النهر. فحوض النهر هو الارض التي يجري فيها النهر. افتكر حوض النهر زي الحوض بتاع وشك. هو انت دلوقتي لما تيجي تغسل وشك الصبح ها طبعا تقوم بتغسل وشك، ما بتقومش كده معفن، بتقوم من على السرير وتاخد بعضك وتمشي، صح؟ فالحوض اللي انت بتغسل فيه وشك الميه بتجري فيه. فنهر النيل برضو في حوض، الحوض ده بيسموه حوض النهر، والارض التي يجري فيها النهر. الحوض ده بقى يا سيدي مساحته قد ايه من مساحه قاره افريقيا؟ قال لك بيشغل 10% من مساحه قاره افريقيا، اللي هو حوض النهر هو الارض التي يجري فيها النهر. فيجي بقى هنا يسالك يقول لك طب هو نهر النيل نهر دولي ليه؟ عشان لسه قايل لك من شويه ان نهر النيل بيمتد مجراه والروافد بتاعته في اكثر من دوله. عندي بقى كام دوله يا سيدي؟ 11 دوله بيسموهم دول حوض النيل، دول حوض النيل. ال 11 دوله دولت جم اتجمعوا سنة 1983، سنة 1983 عملوا بقى يا سيدي، قال لك اتجمعوا مع بعض وعملوا منظمة سموها منظمة الأندوجو أو الأندوجو. الاسم ده يعني الأخاء، إن هم إخوة يعني.
طبعا دي باللغه السواحليه، اللغه اللي هي منتشره في قاره افريقيا. طب مين صاحبه الفكره ان هم يتجمعوا مع بعض؟ طبعا مصر. مصر لقت ان الدول دي كلها مع بعض وبيشتركوا في نهر واحد، فحبت ان احنا نكون اخوه علشان بس كل واحد ايه يعني ما يجيش على حق اخوه. فالاندوجو تعني الاخاء باللغه السواحليه. طب مين بقى الدول ديت؟ لك بقى انا عايزك تحفظهم معايا بالترتيب بتاعهم من فوق لتحت، من الشمال الى الجنوب. عندك اول دوله مصر، ثم السودان، ثم جنوب السودان، وعندك جنب السودان وجنوب السودان اريتريا واثيوبيا. يبقى اذا مصر، السودان، جنوب السودان، اريتريا، اثيوبيا. تحت منهم بقى كينيا، اوغندا، الكونغو الديمقراطيه. طب جنب الكونغو في رواندا، في بروندي، ثم بعد ذلك تنزانيا. يبقى خلي بالك علشان انت كطالب تعرف تحفظ ال 11 دوله على قد ما تقدر ان انت تاخدها كده بالترتيب. مصر، جمهوريه السودان، السودان، جنب بقى جمهوريه السودان والسودان، اريتريا، ثم اثيوبيا، كينيا، اوغندا، الكونغو، رواندا، بروندي، تنزانيا، بالترتيب كده. طب التجمع ده اللي هو الاندوجو ايه هدفه؟ ايه الفكره منه؟ قال لك يا سيدي التشاور والتنسيق ودعم التعاون بين دول حوض النيل، يعني لو حدث اي امر او حدث اي مشكله يبقى في نوع من المحادثه او التشاور بينهم. اتنين، الحفاظ على المصالح المشتركه فيما بين دول حوض النيل، يعني ما حدش ياخد حاجه اكتر من التاني او ما حدش يجي على مصلحه التاني. يبقى اذا انا عندي هدفين، لو في اي مشكله بيتشاور مع بعض، تاني حاجه يحافظوا على مصالح بعض. من شويه بقى يا سيدي اتكلمنا ان نهر النيل له بدايه وله نهايه. بدايه نهر النيل، قال لك ان نهر النيل له بدايتين، يعني له منبعين، وانت واخد الكلام ده في الدرس الثاني، له منبع موسمي ولها منبع دائم. المنبع الموسمي ده اللي هو منبع بتاع الحبشه، اما اللي هو الدائم اللي هو البحيرات الاستوائيه. مين بقى من الشخصيات اللي اشار الى هذا الكلام او اتكلم عن الموضوع ده؟ شخصيه جغرافيه مميزه جدا اسمه جمال حمدان. الراجل ده من الناس الجغرافيين اللي اتكلموا عن جغرافيه مصر كامله. قال ان نهر النيل له منبعان، منبع دائم، منبع موسمي. المنبع الدائم اللي هو هضبه البحيرات الاستوائيه، والهضبه دي فيها اكتر من بحيره عذبه زي بحيره فيكتوريا، بحيره كيوجا، بحيره ادوارد، بحيره البرت. فانت عندك اكتر من بحيره. طب البحيره دي ايه فايدتها؟ ان المطر بينزل في البحيره، ولما البحيره بتمتلى بالميه بعد كده الميه بتنزل في النهر، وعلى ضوء هذا الامر يتشكل نهر النيل. غير البحيره دي بقى يا سيدي، في نهر كمان بيصب في بحيره فيكتوريا اسمه نهر كاجيرا. كاجيرا، فنهر كاجيرا ده بيصب فين؟ في بحيره فيكتوريا، غير الامطار اللي بتنزل في بحيره فيكتوريا. اما بقى المنابع الموسميه هي هضبه الحبشه، طبعا ده منبع صيفي. قال لك بقى المنابع الموسميه ديت فيها اكتر من رافد، زي ايه؟ زي نهر الصباط، ونهر النيل الازرق، ونهر عدبره. وطبعا كل الكلام ده شباب هناخده بالتفصيل وما تلاقوش، يعني انا عايزك بص ما تخافش من الدرس. هو الدرس دسم، دسم كمعلومات كتيره، بس المعلومات دي لما ننسقها مع بعض ونحاول ان احنا نيسر المعلومات ديت، بالنسبه لك هتلاقي الدروس بعد كده بقت سهله. تاني بقى جزء عندي وهو الجزء الخاص بمنابع نهر النيل. انا لسه قايل لك من شويه انا عندي نوعين من المنابع، منابع دائمه ومنابع موسميه. اولا المنابع الدائمه، قال لك هي تقع في هضبه البحيرات الاستوائيه وبتضم عدد من البحيرات والانهار. خلي بالك المنابع الدائمه ديت اللي بيعدي عليها دائره الاستواء، ولذلك بتسمى بهضبه البحيرات الاستوائيه. هضبه البحيرات الاستوائيه بتضم عدد من البحيرات والانهار. زي مين؟ قال لك زي بحيره فيكتوريا. خلي بالك بس مش فيكتوريا، انا في اكتر من بحيره وانا لسه قايل لك معناها من شويه. بس بالنسبه بقى لفيكتوريا هي فيها ميزه ان هي ثاني اكبر بحيره عذبه في العالم، لان انا عندي اول بحيره عذبه في العالم هي البحيرات العظمى اللي ما بين الولايات المتحده الامريكيه وبين كندا الموجوده في امريكا الشماليه. ففيكتوريا هي ثاني اكبر بحيره عذبه موجوده في الشرق. خلي بالك بحيره فيكتوريا بالنسبه لخط جرينتش طبعا هي بتقع في الشرق، ماشي؟ عندك بقى نهر اللي هو نهر كاجيرا، النهر ده بيصب الميه بتاعته فين؟ قال لك بيصبه في بحيره فيكتوريا. فاذا بحيره فيكتوريا بتتملى عن طريق مصدرين، يا اما ميه الامطار يا اما نهر ايه؟ كاجيرا. وخلي بالك نهر كاجيرا ده موجود فين؟
ده موجود في غرب بحيره فيكتوريا. ميزه بقى الهضبه ديت، قال لك الميه فيها بتتدفق طوال العام. طبعا ليه؟ قلنا عشان الامطار هنا بتسقط طوال العام. خلي بالك برغم ان المنابع الدائمه سبحان الله هي بتسقط فيها الامطار طوال العام، الا ان المنابع الدائمه بالنسبه لمصر بيصل الى انها سوى كميه قليله من الميه. طب ليه؟ قال لك بسبب المستنقعات وزياده التبخر او البخر. خلي بالك سبحان الله برغم ان المناطق ديت هي مناطق دائمه في الامطار، الا ان سبحان الله المناطق دي برضو بتتبخر الميه منها بسرعه جدا. يعني سبحان الله على قد ما بينزل فيها امطار كتير على قد ما التبخر كتير. فاذا المنابع الدائمه هي امطار طوال العام، ولكن مصر مش بتستفاد بالمنابع دي. امال بقى مصر هتستفاد بانهي منابع؟ اللي هي المنابع التانيه بقى، اللي هي المنابع الموسميه. خلي بالك بقى المنابع الموسميه زي هضبه اسمها هضبه الحبشه اللي هي موجوده في اثيوبيا. قال لك الهضبه دي تتميز بسقوط الامطار الموسميه في فصل الصيف، والهضبه دي بتتضمن مجموعه من الروافد اللي خاصه بنهر النيل. زي مين؟ زي نهر الصباط، وزي النيل الازرق، وزي نهر عطبره. خلي بالك بقى المنابع بتكون متصله ببعض، يعني المنابع الاستوائيه بتوصل المياه بتاعتها الى المنابع الموسميه، والموسميه يبدا بقى يعني في عمليه اتصال. خلي بالك بقى المنابع الاستوائيه لما طبعا النهر بيطلع فوق ماذا يحدث؟ لان طبعا النهر تكوينه الطبيعي من الجنوب للشمال. ماذا يحدث بقى من بعد المنابع الاستوائيه؟ بنخش لمنطقه ثانيه اسمها اعالي النيل. اعالي النيل، خلي بالك بقى ما بين المنابع الاستوائيه وعالي النيل نسبه الفقد رهيبه، لغايه لما النهر اللي هو طالع من المنابع الاستوائيه يوصل لغايه اعالي النيل، النهر هنا بيفقد كميه كبيره جدا من المياه بتاعته. حلو؟ حلو. زي مين؟ زي بحر اسمه بحر الجبل. بحر الجبل، سبحان الله. بحر الجبل بقى بيجي بعد كده يتصل بمين؟ بنهر الصباط ده. نهر الصباط ده، فنهر الصباط لما بيلتقي بحر الجبل ماذا يحدث؟ قال لك سبحان الله النهر النيل بيستمد وبيرجع عافيته مره اخرى، ونسبه الفقد طبعا بتقل لان نهر الصباط بيمد بحر الجبل بالميه، فلذلك نسبه الميه بتزيد. عندك بقى النيل الازرق ونهر عطبره كلاهما يمد نهر النيل بالمياه، مما يساعده على الجريان تجاه الشمال حتى يصل الى بقى دوله المصب اللي هي موجوده في البحر المتوسط اللي هي مصر. نيجي بقى للجزء اللي خاص بالاتفاقيات سواء كانت دوليه او اقليميه بالنسبه لميه نهر النيل. خلي بالك بحكم ان نهر النيل بيعدي على اكثر من دوله، زي ما قلت لك هو نهر دولي، فكان لازم يتحط اتفاقيات ما بين الدول عشان ننظم عده امور بالنسبه لاستخدامات النهر، سواء بقى ملاحه، سواء مثلا ثروات، سواء اسماك، اي حاجه بالنسبه للانهار او اي مشاكل بالنسبه للانهار طبعا لازم نقعد نحلها مع بعض. نيجي بقى لأول نوع اللي هي الاتفاقيات الدولية. طبعا الاتفاقيات الدولية هي خاصة بمنظمة مشهورة جدا اسمها منظمة الأمم المتحدة. خلي بالك هي منظمة بتحكم العالم، المنظمة دي بتضم الدول المستقلة اللي موجودة في العالم، يعني أي دولة مستقلة، يعني دولة مش مستعمرة، بتخش ضمن الأمم المتحدة عشان تاخد مميزات والكلام ده كله. بس في شرط، طالما أنت دخلت ضمن منظمة الأمم المتحدة يبقى تتحمل قرارات الأمم المتحدة. خلي بالك الأمم المتحدة وضعت قانون، القانون ده بينص على استخدام المجاري المائية في الأغراض الغير ملاحية. يبقى خلي بالك القانون هنا يعني بس مش مقتصر على الجانب الملاحي اللي هو سير السفن يعني في الأنهار، لا الجوانب الغير ملاحية. زي بقى يا سيدي، زي مثلا إن دولة بترمي نفاياتها أو بتعمل أو بتستخدم مثلا أنهار بشكل سلبي أو بترمي متفجرات عشان الأسماك والكلام ده كله. فلذلك قال لك أهو الاتفاقية بقى غير الملاحة بهدف ثلاث حاجات، ايه هما؟ تنظيم استخدام مية الانهار وتنميتها، ادارة مية الانهار وحمايتها، زائد تحقيق الانتفاع الامثل والمستدام بها للاجيال الحالية والمقبلة، اللي هو هنا قصده ايه؟ قصده على التنمية المستدامة. طب بالنسبة بقى للاتفاقات الاقليمية، هي اتفاقيات ما بيننا وبين بعض، ما بين ال 11 دولة. قال لك ان دول حوض النيل اللي هي دول اندوجو عملت مع بعض اتفاقيتين، اتفاقية سنة 1929 والاتفاقية الثانية سنة 2015. 29 قالوا ايه؟ قالوا حيث نصت على التزام دول حوض النيل بعدم القيام بأي مشروعات على نهر النيل بغير اتفاق مسبق مع مصر، يعني ولا نبني سدود ولا نعمل أي حاجة إلا لما نرجع ليه مصر. طب 2015 طبعا بقى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ماذا حدث؟ قال لك اتفقت مصر وأثيوبيا والسودان، اتفقوا على ايه؟ قال لك اتفقوا على عده مبادئ منها التعاون والتنميه وعدم التسبب في ضرر واستخدام المنصف والمناسب لميه نهر النيل. يعني قعدوا مع بعض الثلاث دول، يا جماعه والله احنا مش هنأذي بعض، واكيد طبعا كلنا شفنا المؤتمر سنه 2015.
نيجي بقى لاخر جزئيه عندك بالنسبه للمنابع، وهو دور مصر في تحقيق التنميه المستدامه بالنسبه لمائيه حوض نهر النيل. قال لك بقى يا سيدي، مصر منذ القدم بتسعى الى تنميه واستثمار الموارد الماليه لنهر النيل بشكل مستدام. الشكل ده هيحافظ على البيئه ويراعي حقوق الاجيال القادمه، ذلك لتحقيق مبادئ الحاجه اسمها الاقتصاد الاخضر. خلي بالك الاقتصاد الاخضر زي ما قلنا كده، الاقتصاد الايه اللي هو الازرق، الازرق بتاع الميه اللي هو خاص بالحفاظ على موارد المياه والكلام ده كله. هنا بقى ان انا احافظ على البيئه، اكون صديق للبيئه، زي المبادره الموجوده اللي هي تحضر للاخضر، ان انا احافظ على البيئه، ان انا اعمل نمو وتنميه اقتصاديه مستدامه مع الحفاظ على البيئه وتحقيق العداله الاجتماعيه واقضي على الفقر واقضي على البطاله. طب مصر بقى يا سيدي علشان تساعد على تحقيق التنميه المستدامه بالنسبه لنهر النيل تعمل ايه؟ قال لك بقى ان هي عملت او ساعدت في قيام عده مشاريع للدول اللي موجوده عند نهر النيل علشان الدول دي ما تمنعش الميه على مصر. زي ايه بقى يا سيدي؟ قال لك يا سيدي، واحد، انشاء خزان سينار. ده موجود فين؟ موجود على النيل الازرق لصالح السودان، يبقى انت عندك خزان اسمه خزان سينار، ده موجود في النيل الازرق. اثنين، انشاء سد اسمه اوين باوغندا، افتكر اوين اوغندا، اوين اوغندا. ثلاثة، دفع تكاليف انشاء خزان اسمه جبل الاولياء، ده موجود في السودان عشان يولدوا منه الطاقة الكهربائية. أربعة، تطهير بحيرة فيكتوريا وكيوجا من الحشائش والنباتات عشان ما تمتصش المية. خمسة، حفر عشرات الآبار في كينيا علشان المية تنزل في الآبار ويبقى أنت عندك مية جوفية. آخرا بقى، إنشاء مراكز البحوث المائية في دولة تنزانيا. يبقى إذا دي المشاريع اللي مصر شاركت فيها علشان تعمل تنمية مستدامة أو تعمل حاجة اسمها الاقتصاد الأخضر. نيجي بقى لآخر جزء عندنا وهو الحضارة القديمة في قارة إفريقيا. خلي بالك مديلك كده يعني مقدمة بيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى وهب قارة إفريقيا موقع متميز وثروات طبيعية متعددة، سواء مية عذبة أو نباتات أو ثروة حيوانية ومعادن ومصادر طاقة. وقال لك ما شاء الله الموارد ديت، طبعا دي كلها موارد طبيعية أو عوامل طبيعية. جه بقى العنصر البشري، واستطاع سكان القارة الإفريقية استثمار تلك الثروات الطبيعية في إنشاء حضارات عريقة، قال لك منذ آلاف السنين، خاصة الحضارات التي قامت على نهر النيل الذي ساعد في استقرار السكان على ضفاف، يعني على جانبي نهر النيل. ومن هنا بقى حدث التواصل ما بين هذه الحضارات. عندي كم حضارة؟ عندي أربع حضارات. عندي الحضارة المصرية القديمة، عندي حضارة أكسوم، عندي حضارة كوش، عندي حضارة كرتاج. نيجي بقى لأول حضارة عندي اللي هي الحضارة المصرية القديمة. قال لك يا سيدي، قال لك الحضارة المصرية القديمة قامت في شمال شرق قارة أفريقيا عشان مصر. قال لك الحضارة المصرية القديمة العنصر الأساسي في تكوين الحضارة هو نهر النيل، كان له دور كبير جدا في تأسيس الحضارة المصرية. طب فيجينا سؤال، طب ايه دليلي ان نهر النيل كان ليه دور كبير؟ قال لك في بادئ الامر المصري القديم طبعا كان عايش على الهضبه. طب لما الهضبه جفت نزل فين؟ قال لك استقر على ضفاف نهر النيل. ومن هنا عرف الزراعه واستأنس الحيوانات، يعني ربى الحيوانات معاه. وبعد كده لما السكان زادوا انشا القرى، وبعد كده انشا المدن، وبعد كده انشا الاقاليم اللي هي المحافظات، وبعد كده قدر يوحد البلد ويكون الاسرات الحاكمه، وهناخد الكلام ده باذن الله تعالى بقى في التاريخ. تاني بقى جزئيه عندي، ان الحضاره المصريه القديمه شهدت العديد من المراحل النهضه. خلي بالك الحضاره المصريه ما شاء الله كانت متقدمه جدا جدا في عده مجالات، يعني قال لك مثلا اهتموا بالتعليم، اهتموا بالفنون، اهتموا بالعماره، اهتموا بالادب، اهتموا بالعلوم، عملوا مشروعات اقتصاديه. برضه هنا السؤال يجي لك كده يقول لك الحضاره المصريه شهدت العديد من مراحل النهضه، دلل ايه دليلك؟ ثالث بقى خاصيه بالنسبه للحضاره المصريه القديمه، ان هي ما كانتش حضاره منغلقه على نفسها، امال ايه؟ لا، كانت حضاره بتعمل نوع من التواصل مع الحضارات الاخرى، بتتاثر بيهم وهم يتاثروا بيها، بتستفيد منهم وهم بيستفادوا منها. فقال لك حرص المصريين القدماء على توطيد، يعني تقويه العلاقات التجاريه مع الحضارات المجاوره، زي حضاره كوش اللي هي موجوده في السودان، وحضاره بلاد بونت اللي هي الصومال. رابع بقى تاثير عندك، او رابع خاصيه عندك، ان الحضاره المصريه القديمه اثرت على بعض الحضارات الافريقيه في المجالات المختلفه الثانيه، والمصريين تركوا لنا تراثا حضاريا يدل على قيام حضاره عظيمه. يبقى خلي بالك الحضاره المصريه القديمه عندي اربع خصائص فيها. انا بتكلم الاول على ازاي اتكونت الحضاره، ثانيا بتكلم على مدى تقدم هذه الحضاره، ثالث بقى جزئيه عندي انا بتكلم على علاقه الحضاره دي بالحضارات الثانيه او الدول الثانيه،
اخر حاجه، هل الحضاره ديت كان لها تاثير على الحضارات الثانيه ولا ما كانش ليها تاثير؟ نيجي بقى لتاني حضاره عندك هي حضاره كوش. قال لك الكوشيين اللي هم اصل حضاره كوش، الناس دي عملت مملكه عظيمه سموها مملكه كوش. المملكه دي امتدت شمال السودان، يعني كانت موجوده في شمال السودان حول نهر النيل، زي مين؟ زي الحضاره المصريه القديمه برضو، قامت على نهر النيل. وكانت في الاول او في البدايه متمركزه عند مدينه اسمها نبته. المدينه اللي بدات منها الحضاره بتاعت كوش كانت اسمها نبته، ثم انتقلت بعد ذلك الى مدينه اخرى اسمها ميرو. خلي بالك بقى، الكوشيين كان بيشتغلوا ثلاث حرف، اللي هم ايه؟ اللي هم التجاره، الزراعه، والتعدين. بالنسبه للتجاره، قال لك الناس دي كانوا مشهورين بتجاره العاج والبخور والحديد والذهب، وكانوا ما شاء الله مركز تجاري، يعني الناس دي كان مكانهم مميز ما بين مين ومين؟ ما بين مصر شمالا وبين اكسوم شرقا، فهي موجوده ما بين الدولتين دول. زائد بقى يا سيدي ان الكوشيين قال لك برعوا في الرسم والنحت والعماره زي الحضاره المصريه القديمه. طب الكوشيين تاثروا بالحضاره المصريه ازاي؟ مش انا لسه قايل لك فوق الحضاره المصريه اثرت على الحضارات الثانيه؟ قال لك اهو نحتوا التماثيل زي عندنا، زائد ان هم بنوا معابد واهرامات، يعني هم بنوا اهرامات بس طبعا بقى مش زي الاهرامات بتاعتنا. اشهر الاهرامات عندهم اهرامات ميرو. خلي بالك الاهرامات اللي هي في مدينه ميرو ديت، قال لك جت منظمه اسمها منظمه اليونسكو اعلنت ان الاهرامات ديت موقع للتراث العالمي سنه 2011، يعني في 2011 اعتبر ان الاهرامات اللي هي اهرامات ميرو دي مكان تراث ومكان تاريخ بالنسبه لحضاره كوش. طب ثالث بقى مظهر تاثر، قال لك الناس دي عبدوا بعض المعبودات المصريه زي ايه؟ زي الاله رع اللي هو الشمس، الاله امون اللي هو اله القمر، وايزوريس وايزيس اللي هم الزوج والزوجه، بجانب المعبودات اللي هي اللي كانت موجوده عندهم في حضاره كوش. ثالث بقى حضاره عندي هي حضاره اكسوم. حضاره اكسوم قال لك ممتده في شرق قاره افريقيا في اريتريا واثيوبيا. اكثر نشاط عندهم كان ما شاء الله مزدهر هو النشاط التجاري، لان هو طبعا برضو كان بمثابه مركز تجاري مهم، وكانوا ملتقى للعديد من الطرق. طب الناس دي بقى كان بيتاجروا في، قال لك برضو كان بيتاجروا في الذهب والعاج والعطور والتوابل. خلي بالك بقى هنا العطور والتوابل دي مختلفه شويه عن حضاره اكسوم، وكانوا دولت من ابرز الصادرات بتاعتهم، وكان اعلاها قيمه اقتصاديه، يعني اعلى حاجه بيصدروها، ولذلك قال لك واعلاها قيمه اقتصاديه. الناس دي برضو كان بيهتموا بالزراعة زائد تربية الحيوانات، لان خلي بالك الزراعة وتربية الحيوانات مرتبطة ببعض. طب الناس دي بقى كان مشهورين بحاجة قوي عندهم اللي هي بقى صناعة الفخار والزغربة بتاعته. خلي بالك بحكم برضو ان عندهم انهار، فبالتالي بياخدوا الطمي ويعملوا منه فخار، وكان بيزغرفوه، وقال لك برضه كان بيصنعوا الزجاج. بس طبعا واخدينه منين؟ واخدين فكره صناعه الزجاج من عندنا اللي هو الحضاره المصريه القديمه، لان مصر كان من اشهر الدول في صناعه الزجاج في الوقت ده. اخر بقى عندي حضاره هي حضاره مختلفه شويه عن ثلاث حضارات، بحكم ان هي بنقول عليها حضاره بحريه، ان هي موجوده على البحر، وكانت اشهر حاجه عندها اللي هي التجاره، اللي هي حضاره كرتاج. قال لك دي موجوده فين؟ قال لك دي ظهرت على ساحل شمال افريقيا في دوله تونس حاليا. طب كرتاج دي مين اللي اسسها؟ ناس اسمهم الفينيقيين. يرجع الفضل الى الفينيقيين. قال لك الفينيقيين دولت اللي هم اول من استقروا على شريط الساحلي لدوله سوريا وساحل فلسطين ولبنان، يعني شرق البحر المتوسط اللي هو الثلاث دول اللي هي فلسطين ولبنان وسوريا. الناس دي كان زمان بيقول عليهم الفينيقيين. الناس دولت بقى هم اللي اسسوا مدينه كرتاج، وكان بيسموها مستعمرة كرتاج. تيجي بقى تسألنا سؤال، ليه الفينيقيين أسسوا المدينة دي على البحر المتوسط برغم إنهم موجودين في الشرق وعملوها في وسط مثلا أو موجودة في نص البحر المتوسط؟ قال لك لأن الناس اللي هم الفينيقيين دول كان عندهم التجارة بتاعتهم ما بينهم وما بين أسبانيا. أسبانيا دي فين؟ في الآخر خالص. فإذا هم محتاجين منطقة في النص علشان يأمنوا الرحلة بتاعتهم من الشرق إلى الغرب. يعني خلي بالك الفينيقيين عشان يطلعوا من شرق البحر المتوسط لغرب البحر المتوسط محتاجين منطقه في النص تامن الرحلات بتاعتهم. ده الهدف من انشاء هذه المستعمره. قال لك بقى نتج عن هذا الامر ان مدينه كرتاج قويت، يعني بقت قويه جدا، وبعد ذلك مع مرور الزمن مالها؟ قال لك استقلت عن الامبراطوريه الفينيقيه او عن فينيقيا، وما شاء الله بقت ان هي دوله مستقله. ومش بس كده، ده حكمت كمان المنطقه بتاعت البحر المتوسط او معظم ساحل البحر المتوسط في فتره ما،
وبعض الجزر اللي كانت موجوده في البحر المتوسط. يعني اذا حضاره كرتاج من بعد ما كانت مستعمره، يعني كانت دوله هي اللي انشاتها وكانت الدوله دي محتلاها، بعد ذلك خدت استقلالها، ومش بس كده ده بقت دوله حاكمه وحكمت بعض المناطق في البحر المتوسط والجزر كمان اللي كانت موجوده في البحر المتوسط. وفي بقى نقطه مهمه جدا في نهايه الدرس، خلي بالك برغم ان الحضارات دي كلها كانت بتتواصل مع بعضها الا ان في نقطه، كل حضاره خلي بالك لها حاجه اسمها الهويه الثقافيه والخصائص العقائديه. يعني ايه؟ يعني لكل دوله هويه وثقافه تميزها عن الاخر. يعني مثلا تلاقي مثلا في ناس فنونهم غيرنا، الحرف مثلا بتاعتهم مختلفة، عاداتهم وتقاليدهم مختلفة، اللبس والاكلات بتاعتهم مختلفة. يعني كلامي دلوقتي ان الحضارات بتتواصل، بس في نقطة، لكل حضارة ما يميزها، لكل حضارة الهوية بتاعتها، ولكل حضارة الخصائص العقائدية اللي هي العبادات او الديانات بتاعتهم. فاحنا كلنا بنتأثر ونتواصل، ولكن كل واحد فينا بيميزه حاجة. وفي الختام اتمنى يكون الدرس بتاعنا واضح، ولو في اي تعليق، في اي مشكله عندك، مثلا عايز تسال اي سؤال، طبعا سيب لي السؤال بتاعك تحت في الكومنتات. وطبعا بمناسبه بقى الكومنتات، طبعا ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والكومنتات واللايكات، عشان بقى يعني يبقى الامر بالنسبه لنا يعني افضل واحسن، ونقدر ان احنا يعني نقدم محتوى افضل ونقدم شغل افضل فيما بعد ذلك. عشان طبعا كلكم عارفين ان اي حد بيقدم محتوى على اليوتيوب بالنسبه له الاشتراك بالنسبه للقناه او اللايكات او الكومنتات غير الجانب المادي يا جماعه، عشان الحته دي مهمه، غير الجوانب الماديه بقى والكلام ده كله، الامر ده بيدي للانسان حافز. الموضوع بس مش متعلق بامور ماديه، لا، الموضوع متعلق بالحافز اللي هو فكره ان انا بعمل حاجه والحاجه ديت الناس فعلا بتحبها او بتستفاد منها. وطبعا انا كراجل مدرس اللي انا بقدمه الحمد لله محتوى تعليمي، ما بقدمش مثلا حاجه مسيئه او حاجه مثلا مش كويسه او حاجه تحث على الفساد. الحمد لله الواحد بيقدم محتوى تعليمي، بدع ربنا سبحانه وتعالى ان يجعله علم ينتفع به. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.